حد له اي علاقه بالميديا اكيد مش هيتاخر في الظروف اللي احنا فيها او في الظروف اللي مصر فيها في انه يبقى بيدعم وواقف وقفه قويه في لمسانده مصر ولمسانده السياحه ومسانده الاقتصاد المصري والوقوف ضد الهجمات الشرسه اللي بتتعرض ليها مصر في الفتره الحاليه ومن اوقات كتيره قبل كده. وكل سنه المهرجان بيكون ليه مكان من الاماكن السياحيه اللي بتحتاج دعم في مصر. عملنا قبل كده في شرم، والسنه اللي فاتت كان الاقصر واسوان، السنه دي لقينا ان احنا لازم مدينه السلام يرجع لها الابتسامه بتاعتها، فحبينا اننا نعمل المهرجان السنه دي في شرم الشيخ. والحقيقة احنا كنا بادئين ده من قبل الأحداث، ولكن لما حصلت الأحداث الأخيرة فكرنا في مبادرة ولا يهمك يا مصر، ودي مبادرة يعني احنا لازم كلنا نقول ولا يهمك يا مصر فعلا. والله احنا موضوع المبادرة ده تبنيته دكتورة حنان النصر، هو اتصلت بيا وقالت لي احنا عايزين نعمل للمهرجان السياحة العربية، وحصل موضوع بتاع شرم ده، فبسرعة جدا اتكلمنا مع دكتور إيهاب وجهزنا شوية أعمال لمطربين عراقيين بحيث ان احنا ندعم السياحة في مصر ونقول لهم ان احنا في أمان ومفيش مشاكل عندنا وكل الناس تيجي عادي جدا، والغرب لو بيعملوا لنا دعاية مش كويسة احنا بنقول لهم لأن مصر أمان وأي حد ممكن يجي ينورنا ويشرفنا. والله أول حاجة ان شاء الله هكون موجود يوم السبت بالتنسيق مع المحافظة وبالتنسيق مع الأمن في شرم الشيخ انه يكون في مشاركة في حفلة يوم السبت اللي جاي إن شاء الله. هحاول في الفترة اللي جاية أكون موجود دايما في شرم في الأيام اللي ما عنديش فيها أي ارتباطات مسبقة لأي حفلات أو سفر. يوم 17 اللي جاي هيكون في حفلة تانية إن شاء الله بتنسيق مع المهرجان بتاع اختيار ملكات جمال العرب. قبليها بيومين هيكون في تصوير للأغنية اللي اتكلمنا عنها، أغنية بالعرب يحبيني، هتصور برضو في شرم الشيخ وفي الأماكن السياحية هناك في كل المناظر الطبيعية والأماكن الطبيعية اللي موجودة في شرم. أنا من خلال اللقاء ده بدعو كل الناس اللي تقدر تروح على شرم الشيخ تقضي أجازات، تشارك في حفلات، تحضر في أي مناسبة هناك، يعني بتمنى إن شاء الله إن هم ما يتأخروش. وأي حد بيفكر في أي رحلة لخارج مصر من فضلكم خلوها وجهوها لمصر.